السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في نسيت اسم اللعبة اللي هو يعني فهمتوها اللي هي Alien Dawn. زين هاي شو؟ هاي ليجر. الحين أنا كنت جالس أسوي شوي مثل ما تقولون، خلنا نقول بحوثات وأشياء وحركات في اللعبة، ولكن المشكلة اللي واجهتها حالياً ان شو ان هذه بالشل موف اح في شيء ضربني في جد طاح ظني في شيء انكسر عندي. شو هالشيء؟ يمكن يطرشوا لي حد زياده يسكن وياي، انا محتاج ناس زياده تشتغل معي. زين لوست هارفست، الحين انا قاعد اخسر كل شيء في الحصاد، بس الشيء اللي قاعد ينمو عندي هذا وهي في الشتاء، الشتاء طويل وايد وقف. انزين نحن ايش كنت قاعد اقول لكم؟ هي شو لازم نسوي؟ نسوي اشياء حق الليجر والحق الوناسه، يعني الكتريك جريدز. اوكي ما ابى توتوريال. نكست 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 نكست. اهي ومنها فتحنا الكهرباء وفتحنا اشياء ثانيه، يعني بخبركم بس خلنا نشوف اللايتس. تشوفوا كهرباء، اشياء، ايرفنت، مفتحات، مكيف، يعني استوى في وايد اشياء في اللعبه في لحظه. في لحظه استوى عندي وايد اشياء. كوكو ستوف الكتريك، وات وات وات. انا قاعد اسوي فيرنس هني للحين ما بنوه، ولكن مفروض ان يشلون الحصه اللي هني. انا كنت مأشر يشلون الحصه وبعدها ما شلون. زين الفكره ان نحن الحين انا بنحط لهم اشياء. انا شو وين صرت قبل شوي؟ انا حطيت شيء ونسيت وينه. ايام الواحد مخه متروس بزياده. هذا هيتنج ستوف، هذا عسب يسخنون فيه البيت. زين الحين كل بيت راح يحتوي على مجموعه اشياء، مثلا هذا يحتاج الوي. الوي لازم فيرنس. زين فيرنس مش موجود عندي. انزين هذا كان من ضمن يا جماعه قلت لكم انا مضيع شويه اليوم. الكتريك هوف. انزين وعندنا هيتر كهرباء وعندنا اشياء ثانيه. انزين الحين اساس ان ننتج كهرباء شو نحتاج الحين؟ اللايت. وات ليتات وات وات. وانا ما في عندي حد اتزوج حد ولا زاد العيال ولا شيء، بس اكل ما شيء، كل شيء غلط. بس انا بديت افهم شوي مبدا اللعبه من حيث الاكل والاشياء. وطبعا بدا فصل الخريف الحين، من بدا فصل الخريف الزراعه المفروض عندي يستوي لها بوس، وانا حاط على هاي هارفست. بس المشكله هم عندهم وايد شغل، وايد لدرجه ان هذا انا ما خلصته استكس. انزين الحين بسوي براحه تخزين عوده برا، صبر، لان على ما يبدو الستوك بايلز اللي عندي ما يكفن. فشو بسوي؟ ابى اسوي ستوك بايلات. مشكلة ما ابغى اسوي ستوك بايل، انا قاعد احاول اسوي مخازن نظاميه لكن ما قاعد يستعملونها بشكل فعلي صراحه للاسف يعني. وابى احط اولويه اللعبه لو فيها برايورتي. بس يا الله تعرفون شو راح اللي برتاح. انزين الحين البيتات اللي موجود البيتات الطاخ الليتات اللي موجوده لازم نستغني عنهم. لايتنينج رود كاتشز لايتنينج الاستراكت استربيوس ابزورب انرجي تو اول باتريز تو ذا جريد. معناه نحن محتاج نحط شو؟ باور سيل جنريشن. محتاجين نحطين اشياء ثانيه، نحط اشياء ثانيه على اساس نقدر نبدا شو اسمه الوي ويلز. ما نقدر ننتج الحين، انسى. نبدا نحط الاشياء الثانيه، والاشياء الثانيه يبالها وايد حديد واشياء ثانيه وبرسبكتيف وبرسبكتنج، لكن للاسف وايد شو تشوفوا اضاءات. خلاص التورش هذا انساه. ليتات يعني هذه المساحه بنبنيها حاليا عليها هاوسنج بيت. زين وبنلغي البيوت اللي موجوده حاليا بشكل كامل. انا راح ابدا الغي البيوت صراحه بشكل كامل. خلي هذا يشلونه بخبركم. زين الطبخ عندي فيه مشكله، الهاربست عندي فيه مشكله، هذا ما قاعد ينمو بشكل سريع مع انه مطرت. زين وايد اشياء عندي فيها مشكله، بس الحين بدا فصل الربيع المفروض وايد اشياء راح تنتج خلاص. فانا شو بسوي؟ ابى اسوي هانت هانت اشياء. هاي لا، هاي لا باهم انا. ابى يا الله ريسنتلي كوايت نايتس
Weird shrinking noises as unsettling they are their source have been made more unpleasant. يعني في أشياء، في ناس في المنطقة أصوات غريبة وهم خايفين حاليا. بس خلنا نصيد عساس يتوفر عنا أكل في المنطقة. بس انزين، هذا بالنسبة لهاي المنطقة. شو صيدوه الكلب، صيدوه. ولا لحظة لحظة لحظة، بس هانت مايست تو اوبزرف، يعني ما مربي صح. انزين الحين عندي هاي، هاي مستانسة. انزين هيلث كونديشن يوفيريا، يعني زينه اظن. انزين سوشيال مع لارا، بس ما عندهم اشياء سوشيال وايد. فالفكره يمكن الليجر والاشياء اللي تونس خليهم يستوون ربع، ولكن اشك في الموضوع حاليا. حاليا شو راح يستوي الليت هذا طلع برا؟ راح يسوي بيوت. تخيلوا مره ثانيه كنت بقول بيتات، يا هذا العيد والله عيب. حصه ما عندي، خلنا نسوي هاوس وود. يس اوف كورس، انا ادور حد يشتغل وياي. تعاي، هاي شكلها ناجيه من وحده من المركبات. زين الحين بنبدا نسوي بيوت شويه يمكن اكبر كقياس من البيت الاولي. البيت الاولي انا استفدت منه، اللي انا مغايظني فيه على فكره البيت ما في شوارع. زين خلينا نسوي فرنتشر. زين وندخل للبيت ونسوي دار داخلي، صالة. أول شي بحط الأثاث بعدين بقرر الحجم، لأن لو حطيت الحين ما راح أفهم شو قاعد يستوي. بد حطي بد عادي، أول شي موجود سهل صنع. هذا مثلا عندي ليذر وايد. زين حطي سرير هني، ونحطي سرير جنب ذاك السرير على اساس يعني عرفتوا. وبنحط سرير ثاني بالاتجاه الثاني، المخدة صوب العكس. يمكن ما اسوي جدران فعلية، بشوف. وبنبدأ نكسر بيوتهم ترى شوي شوي للمعلومة، ونفصل بين هالثنين غرفتين صغار خلاص بالطريقة هاي. ونحطي بيبان خشب، هاوسنج باب خشب طريقة هاي. طبعا للحين بعدني بستعمل التورج لان ما عندي الاويل لامب. الاويل احسن هي. خلنا نحطي هني على المدخل لايت اويل لامب بالطريقة هاي. زين الحين هالبيت راح يكون مش في شو اسمه، بيكون في مطبخ. المطبخ عقب بشتغل عليه، الحين ما بحط فيه اشياء يعني. بس ذاك البيت انا شو اللي ما سويته فيه؟ شبابيك. ترى هالبيت ميت بدون شبابيك. فبرجع للبيت حطي ويندو مش متل وودن، ونحطي لنا ويندو ثاني هني وودن بالطريقة هاي. صغيرون فوق السرير، ونحط لنا بعد هنا، لان تعرفون شو عايشين يعني مكان ضكة يا اخي. ها شو يسوون؟ I have been feeling sick lately but it's just cold. زين لا تعتصم في احد. هاي على شو يحتفلون؟ common cold. الحين يبالنا الدواء يعني. اوكي وات، خلنا نحط شباك عود هني. شباك هاوسنج ويندو سمول ويندو، مع اني احس هيك اكبر يعني بالطريقة هاي. هاوسنج ويندو ويندو بالطريقة هاي، استوى عندهم الشبابيك. انزين هذا البيت بي في الدرب، بنبدأ انتاج كهرباء شوي. بس الفكرة هالبيوت نبدأ نلغيها حبة حبة، خلاص حبة حبة بنبدأ نلغي هالبيوت. انزين الشيء الثاني انا اللي ما عندي اياه وايد مش قاعدين يبون الحصة، هل هي الحين كثرة مهمات، هل ما عندهم تولز، هم موضوع ثاني. مثلا ويبنز انا عندي هاي البس كرافت هني، فتحت لي اشياء ثانية شوفوا نقدر نسويهم يعني. وعندنا هني انا اسوي بترول
زين، واسوي مخلل. يعني هني حاط انا بترول مخلل، واقدر ازيد عليه مثلا نبيذ. تعرفون نبيذ؟ نبيذ يعني، خلهم يستانسون. وعندنا هني الثياب، انا فتحت ثياب زيادة حق شتاء وحق صيف. الشيء الثاني الريسيرش نفسه، اشوفه ترى الريسيرش تم يفتح لي اشياء. مثلا الحين بحط سولار ويند توربينز، اقدر احط ديزل هيدروليك راكس تو كريت هيدروليك تو فيو بيسك ماتيريال. زين، وعندنا هذا ما ادري فورس فيلد، هذا حق الحماية، فلير شيلدنج. في اشياء قاعد تطلع لي، وفي اشياء من الاكتشاف. اللعبة ترى عودة، وهاي يبالها تأسيس صحيح. انا تأسيسي حاليا اللعبة صراحة مش صحيح، يعني الجماعة مش اوكي صراحة. والويبنز ما عندي ويبنز عدلات، هاي المشكلة. سيرت سولار بانلز، الحين انا مثلا بجيب سولار بانل، صح؟ سولار بانل شو يباله؟ شوفوا، يباله الكترونكس. زين، الكترونكس وين صنعه؟ هذا السؤال. الحين شوفوا، هاي اشياء ثانية. زين، ورك بنش، الكتريك كوك ستوف، كوك ستوف العادي هذا، هذا بنحطي فيه كوك ستوف. لا اقول لك ما نبغى كوك ستوف، حاطينه بس هذا ما قاعد يبنون، اللي ما قاعد يبون حصان. ففي عندي اشياء، انا منو جتني تو وما سكنت عندي ولا شو؟ انا استقبلتها. very interesting. وين توربان شو يباله؟ بعد الكترونكس. انزين، نحن الحين بالطريقة هاي ما بنكد خير، ما نقدر نسوي شيء. اذا خشب انا ما عندي construction process، لا لازم استورات ارضية stockpile. ما في الا هذا الحل. يقدرون يحطون اغراض هني، ويقدرون هني باب، ما بحط عند الباب. يقدرون يرسون اغراض. انا اظني يمكن لانه ما في مكان تخزين حق بعض الاشياء، قاعد يسوي لنا مشاكل، لانه وايد ثياب عندنا في التخزين، بس ما يستعملون الاستورات بشكل فعال صراحة. بس الارض فاضية، الأرض فاضية. انزين، هذه قاعد تسوي ريسيرش الحين، أبغى أشوف ريسيرش الأسلحة هني. لازم أبدأ أسوي هايل، بعدين أبدأ أتطور لين أسوي بيستول. بس أسوي هايل، في عندنا ثلاجات لازم نسويها، انرجي ستورج، بطاريات، الكتريك سميلتنج، الكترونيك كرافتنج. الكترونيك كرافتنج، بعدين ديزل جنريتر ما نبغى، نبغى ثلاجات، انرجي ستورج، ثلاجة، بعدين ثلاجة، بعدين الكتريك سمولتنج، بعدين بشوف شو نطور. بالطريقة هاي نقدر نسوي اشياء ثانية. هاي بيوت جاهزة ترى، يعني مثلا هذا شو ناقصنا؟ الوي، الوي ناقصنا فيرنس. زين، الحين انا شو اتريا منهم؟ اتري منهم حد يسوي شغلة، يعني ما اقدر اسوي لهم اولويات ثانية. يعني هذا مثلا اخلي ما يطبخ ولا يسوي كرافت ولا تايلر ولا اسمبل ولا اوبزرف، اوكي، ولا يسوي ريسيرش، يسوي كل شي ثاني. زين، ليش؟ على اساس هذا شو يسوي؟ يقوم يروح يجمع الاشياء اللي نحن بنحتاجها. يعني شوفوا شو اسمه هذا اللي انا سويت، لحظه، اللي هو هان تاي، هذا هان، اوكي. هذا بدأ يسوي اشياء ثانيه، راح ياكل. انا قلت مسكين انت بتسوي شيء. ايوه، قام يوصل سامون. وين الاخيره اللي نحن قلنا لها تعالي؟ وات، انا بشوف هان شو بيسوي. زين، هان لا تسوي هارفست، هارفست في ناس هني قريب البيت ينفضل بيسوون هارفست، اوكي.
وقف عن الهارفست، انا باك تسوي كل شيء ثاني، خلينا نشوف شو بتسوي. سرقت يعني، انا من الصبح استيقظت اخر شيء ترقد. شو هن عالجوا؟ اوكي ليش يسوي هارفست؟ يسوي بلانت. اوكي حتى بلانت لا تسوي، لا تزرع. زين رانش سكافنج اوكي ماين ايوه. وهذا ها معناه اذا اوزع شوي المهام بشكل اذكى. الحين قام يسوي سكافنج، نحن من زمان ما سوينا سكافنج، بس هذا ستوب، ما بقى سكافنج منك، اظني عندي سكراب مثل. زين ابا انا حصى، ابا حصى انا الحين لو يجيني حد زياده هاي بخلي واحد بس للحصى والاشياء الثانيه اللي احتاجها، شو اسمها، حصى خشب وهالسوالف، لان ما تسوى الشغله الحين. هذيل بيقعدون مباشر ما بيسوون شيء. وهان وين راح؟ هان يحب لارا، كفو. هان تشوف لارا تحب منه ماكي هاي بنيه. زين املن تكره املن، وال اوف تكره لارا، شكلها من الضربات. يا ساتر، هذا ولا يحب ولا يكره حد، هاي بس مع لارا متضاربة معك. اهم شيء جروبات هاي اللي عندي، شو مسوي نايل؟ طلعوا شو اسمه مشكلتي هاي. انزين هان وين بتصير؟ صبر لا تسوي ريبير بعد، ريبير ما بك تسوي اكتيفيتيز. وين الريبير؟ بشل منه كل شيء ما احتاجه، بس ريبير يسوي اوتوماتيك، ما تشوف عندي اوبشن ريبير. يمكن يشيل الكونستراكت ما يسوي هاندل. شو اوكي شيل اكتيفيتي ستراكشر فرنتشر ديفايسز ريبيرينج. اوكي الحين شلينا، وين هان سكافنج؟ ما باك تسوي سكافنج، كله بكنسل انا. السكافنج اللي موجود كله بكنسله، انا اباك تسوي اشياء ثانية. حيت خلي ترى انا فيديو كامل بس الحق ورا واحد شو قاعد يسوي ترى. ايوه الحين استوى عندنا واحد متخصص في اشياء معينه، خلاص الحين تسوي مايننج يوم هانيا صح؟ سوري على اشرب ماي، لما صبحت ترى حد يبلي حبه حصى، ما حد يبلي حبه حصى. الحين مره واحده 140 ستون تبا لكم، خسرت الرصاص يا اخي فكنا. الحين لان انا شو ابغى؟ انا ابغى هذا عسب ابدا اسوي الوي. ايوه لا هاي صارت شلت فرو، اسوي لبس شتا الحين كارغو بود. زين لان الحين اهم شيء كارغو بود ميد كراش لاندنج تو كلوز فينسيتي. وين طاح؟ هاتوا مساعد دورت ما حصلت شو طاح. يقول لي في شيء طايح عندك، يمكن في شيء. شيء بهالقرب ما شفته. وين صار؟ كان موجود هني صح؟ وين طاح الكارغو بود؟ لا 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 الوضع وين البود اللي طاح يا جماعة؟ ها كلام غير منطقي، يمكن بعيد هو يحسبه قريب ما اعرف. ماكي مريضة. لونجز اميونيتي. شو فيها يعني؟ ما عندي دواء، ما اقدر اسوي لك شيء، ما عندي دواء. اشوف ما انبنى ولا حتى عب عمره. انا عندي 117 حصه. يابو 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 باقي كونستراكشن بس.
هشو يا زار منو راكا انت؟ شو ما ترقد ما ترقد هاي شو بس تخسر رصاص ايدلينج ديستروي تو ديفايسز. اوكي هاي حق ناس يطلقون نار. انزين الحين المفروض ان الجماعة حد منهم يتكرم وشو يسوي، يسوي لنا اشياء. انزين خلينا نسوي مخطط حق المكان. هوت اير بالون هاي خليني اسافر، ريسيرش ديسك خله ساينس، هذا هذا خلي بعيد. انزين الحين اللي نحن نبغى انه نبدا نسوي جرد ولا شبكه. نقدر نحطيه فوق سطح شيء؟ ما نقدر صح، لازم على الارض نسوي شبكه. هاي كم ينتج لنا كهرباء؟ الصبر هاي ينتج 20 كهرباء، والاشياء كيف تستهلك كهرباء هني؟ مثلا هاي يستهلك 10 يعني. اوه يبالي كميه. انزين وين بسوي السولر فارم؟ ممكن السولار فارم، هل يفرق من مكان لمكان؟ ما يستوي هنا كونستراكشن، ما يستوي هنا كونستراكشن، ما يستوي هنا كونستراكشن، اصلا مكاني بيض. يعني ممكن نخليه في زاوية المدينة مثلا. زين ينتج لنا فوق اللي نحتاجه، لازم ننتج وايد. ليش؟ لأن لازم نخزن طاقة ولازم في الليل يكون شغال هذا السولر. ما ادري انا متى بي عندي الالوي، لان اصلا ايوه فيول مو مشكله شغال. سملت سملت اور تو ما اعرف مثلا 100 يكون عندي ستوك، وسملت سكراب ميتلز. لا سكراب ميتلز اتريا عليه صبر. بيك بريك، اقدر اسوي بريك هني انت ال 100 بيك كونكريت انت ال 100. بس انا للحين ما شفت اثر للشوارع، يعني هني من يفضى حد المفروض يسوي له ريفيول، يحط فيه الفيول اللي عندنا ويبدا يسوي فيه شو هذا. والله عندي زين معناه مع الباور، باور بول مثل وايد بيستهلك خشب. يا سلام. زين خلينا نحط محول اساسي واحد هني، وبنحط لنا باور واحد وين عند البيت. شوي استوينا في سيتي بيلدينج بزياده. زين واحد عند البيت من ورا ويشبك في هذا، عسب يشبك في البطاريات. وبنحطيلنا في نص المدينة، مش في نص المدينة، بنحطيلهم هني بيقدرون يمشون كل مكان. وبنحطي مزعج جدا الباور بول على فكرة بالطريقة هذه، عسب يشبك في هالبيت. زين برودكشن سولدرينج بنش، هذا شيء بنحتاجه هني في مكان العمال مالنا عند الدارتس. زين وها شو يحتاج؟ الوي. الوي الحين شغال عندنا الوي، ترى مو مشكله الوي قاعد يستوي. يبوا له ستون سكراب لما تريشت ستوك 7. ليش not enough resource not enough resource until اوكي هذا اوريدي كان المفروض يسوي اولي اوتوميتد. انزين الشيء الثاني في الباور، باور سويتش هذا شو يسوي؟ when enter on devices and its active circuit نفت. يعني اظن في البيت يكون عندهم سويتش حق باور وايد زين انه يشغلون يبندون. ويلكم فرند، تعالي تعالي ندور، نحن تعالي ندور ندور ناس يشتغل. من متى عندنا وايد شغاله هني، بس اكل ما عندنا. هذا من يجهز اظني بنفتك شوي. زين الحين خلينا نسوي كولكت اول، بما ان عندنا سوفرد زياده وابغى اشغله صراحه. وهني بسوي هارفست حق اي شيء داخل، ما اظني احصل شيء بس مو مشكلة.
خلنا نسوي هارفست، نشوف هنا البقعة شو فيها، نسوي هارفست أماكن ثانية. خلاص هالكمية تكفي حاليا حق الهارفست. انزين الشيء الثاني، نحن هذا الحين ما حطيناه ترى، الوي ما كفى حقه. الحين هذا في النهار بيتم شغال. الشيء الثاني لو باتري، شو كذا سي بي يو كورز، نحن محتاج ننتج اشياء ثانية. بطارية بالها 5 الكترونكس، نحن شو حطينا هني؟ اذا نقدر نسوي الكترونك من هذا بنرتاح. الحين نحن عندنا سورة يا زيادة عندنا، بس سورة شو ابوها تسوي؟ سورة ابوها اكتيفيتيز، ما بسورة تطلع برا على البيس، ابغى تشتغل الاشغال اللي داخل البيس. مثلا كونستراكت هانت لا، هارفست اوكي، كات اوكي، بلانت سكافنج لا، ماين لا، كوك اوكي، كرافت ابغى تغطي الاشياء اللي في الوسط يعني، اوبزيرف ما تروح برا. هي في شو قويه بس ات كومبات كونستراكشن، اوكي حلو، يعني حاطينها نحن كونتراكت، ها كل شيء فل لنا يعني شوي. هذا شكله ايزي مود جيم. زين الحين شو قاعد تسوي؟ قاعد تطبخ. او انها فيجيتيريان والله مع نفسك، كل اللي موجود فاضيلك انا. زين الشيء اللي نبغى نسويه نحن بطاريات يبغى الالكترونيات، الالكترونيات لازم هذا يخلص، تبغى هذا يخلص لازم نسوي سكافنج. الحين سكافنج بنرجع شوي نسوي سكافنج حق هذا، بنسوي سكافنج حق هذا. وعندنا كان هني وين صار؟ والله بعيد البود هذا، خلنا نسوي السكافنج. سكافنج اذا يلحقوا عليه زين. انزين هذا هاي شو جايبين لنا الحين؟ بيبون اللحم شوي اساس نكمل اكل. الحين هذا من يجي على الاغلب شو راح يسوونهم؟ تيم حق الحيوانات اللي يقدرون يسوونها، تيم طلبنا منهم قبل يسوون مثلا تيم. not enough food you need 10. انزين بنبى نسوي تيم ونجيبهم وين؟ هني هذا المكان خلصوه صح؟ هي خلصوه. انزين هاي بنخليهم يسوون لهم تيم، من يسوون حق هاي التيم؟ نحن المفروض يكون عندنا مصدر شوي اكل افضل، لان الفود عندي دائما نازل. الحين ريفرجريتر اوكي، فرج الحين انا ما اقدر احطيه فرج، ما عندي كهرباء فعليا. صحيح هذا قاعد ينتج اون لان بس ما عندي بطارية، ففي الليل ما منه فايدة. بس ممكن شو نسوي لان الصيف جاي، فابغى اسوي لهم اير فنت. اير فنت حق البيوت، لان اذا ما عندهم ايرفنت هاي مصيبة. مكيف هني بنحطي لنا مكيف فوق الستوف، يعني في الصيف يغيرون رايهم ما يسوون كل شيء. انزين عندي اثنين ايدل، هذا معناه اذا ممكن نسوي هارفست الحين. زين انزين الحين الكتريك فيرنس، خلنا نحن الفيرنس مالنا يلا اشتغل الحين، هذا لو اشتغل زين خلهم بيرقدون الحين. شي بيوت عندنا، شي بيوت ولازم اكل. I didn't remember this earlier، ما اعرف نسوي لهم هانت. نسوي لهم هانت، صيدوا كل شي تقدرون تصيدونه حاليا لأنه ما في أكل. من يستوي عندنا في أكل راح أتغير وسوي حق هذا سكافنج، لأنه ما عندنا أي متر ومحتاجين نسوي ألوي سملتد أورز. نحن أوردي حطي أورز في السملتنج فعادي. الحين شو عندنا هني؟ عندنا شوي ليكويد فيول، شوية أور، وسيليكون عندنا وايد. سيليكون أظني هو واحد من الأشياء اللي نقدر نسوي فيها إلكترونيات، بس هذا على طول اكتشفنا سيليكون في العادة يكون شيء متأخر صراحة، ما يكون شيء متقدم. انزين الحين اللي فاضي فيهم
حق اشغال هذا الصورة راقدة. شو يا عمي؟ زين بنحط اثنين نفس شفت ليل ولا اثنين خليهم هني سليب. زين ونخليهم وورك شفت الليل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كم ساعة يرقدون؟ 6 ساعات. نخلي لهم anything they do here و anything they do here. خليها تشتغل في الليل سورة وهن هن لا هن خله خله تسوي ريلاكس الصبح يوم هاي اللي يسوون اشياء ينشون معناه. هذه بتكون افضل flying insect hunting. زي سوي هانت سوي هانت انت قاعد تتري وايد. زين قات قتنج هذا فرا حلو يعجبني كيف يقولون شو قاعدين يسوون. ايدل ايدل هالاثنين ايدل هاي القهريني. انا كل هالاشغال عندي املن ومنو املن في العادة وهذا اكتيفيتيز ولا هذا وقت استراحتهم. اوكي اوكي ها وقت الاستراحة لنا نقولهم سووا اي شيء نعطيهم وقت استراحة يريحون. زين ترى يعبون طاقة. املن ايدلنج لا مش وقت استراحة كله. املن انا شو مخلينا تسوي كوك اوبزيرف ديليفر كونستراكت. اوكي خلاص تعرفين شو تسوين بعد هارفست بلانت كرافت. اوكي سوي هالسوالف. هذا شغال قاعد يحطون فيه الهي وهذا يحرقون ايش يسوي. خلينا نعطيها شغل انه ما ينفع تم فاضيه وما عندها شغل. هذا سيء جدا سيء جدا جدا. للغاية الحين عندي هاي الجديدة المفروض تشتغل في الليل تو ناشئة وهم راقدين. الكهرباء دام هذه هذا ما يستهلك كهرباء صح؟ لأنها مجرد فتحة تهوية صح؟ هي اير فنت المفروض ما يستهلك كهرباء. الشيء الثاني اللي بحطيه ضمن النظام هذا وراهم بطاريات. طبعا البطارية الحين هذا كله مو بيستوي على طول لكن مش مشكلة. باور باور باتري بنحط مجموعة بطاريات. الحين البطارية كم تسيف طاقة؟ كباسيتي 10000. كباسيتي ماله عالي مش خفيف اصلا يعني هذا وايد وايد وايد. بس طبعا الحين الديزاين في لعبة واقعية هذا راح يكون كله كتشرة لان ليش ما راح من يكون منه فايدة. زين الحين هذا 91% يا جماعة هذا مش حال يعني مشكلة في الاشياء في اللعبة احسها تطول وايد. وعندي مشكلة في مصادر الاكل. انا لو اعرف هذا من البداية اذا ابدا فرش ستارت يمكن اسوي. لكن الحين بنمشي مع شوية تطويرات. الحين تطورنا بدينا نركب بنسو اشياء. طبعا انا بشغل بجمع شوية اشياء ماتيريالز قادم واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.